بدي ارجع بذكر كل اللي حابين يتواصلوا معنا عبر صفحه عالم الصباح على الفيسبوك، وبالتحديد سؤال اليوم: هل كل الاصدقاء بيكونوا اوفياء وبيقفوا حدكم بوقت اللي بيكون فيه مصاعب؟ عم بيجينا كثير جوابات مهضومه هلا طبعا بالاكثريه، عم بيقولوا اذا الصديق صديق طبعا رح بيكون حدنا بالايامات اللي هي صعبه، بس في كثير من الامور تغيرت، كثير اجابات مهضومه رح برجع بتوقف عندها بعد شوي، انما هلا الانتقال هو اللي عند الشيف طارق حتى نكون معه رشه ملح. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. كنت عم بشتغل تحت الهواء كم شغله، حابب رح فرجيكم هلا. وعدتكم وبدي اعمل لكم تقديم لصحن يكون حلو مثل ما وعدت ناس غيري تحت الهواء. هون عم تغلي المي. بتتذكروا البطاطا اللي عملناها على شكل مشروم على شكل فطر؟ رح نرجع نعملها مره ثانيه للي ما حضروا الاول حلقه، لانه بعتقد كثير كثير حلوه هاي. هنغسل راس البطاطا شوية. ناخذ مقطع اللي هو الصغير. اوكي. اللي عملته قصيت راس البطاطا بالنص، حطيت المقطع بقلبه بهالشكل هيدا. اوكي. هلا هيدا بخلينا نقص على المقطع سيرك او دائره، ان شاء الله تكونوا شايفين شو عم بعمل. واللي رح نعمله بنبرم البطاطا برمي هيك وبرمي هيك، بنسحبها بنسحبها شوي شوي. اللي بيطلع عنا هي شكل البطاطا والجزع تبعولها طالعه مثل المشروم. هيدي كثير حلوه، بتتقدم مع روستو، بتتقدم مع سمكه مشويه، يعني راح بغير عن اللي عم يستعمله. هلا في عندي هون كمان المي اللي عم تغلي، بدنا نحط فيها الباستا، لانه بعد شوي بدنا نعمل باستا. الباستا اللي رح نعملها اليوم اسمها باستا او بني على بيتزا يولا. البيتزا يولا هي هو طبق كثير مشهور بمنطقه فينيتو. في هو بس البيوريه التومات او البندوره اللي قشرناها غليناها وقشرناها وطحناها مع شويه بازيليك حبق وحصوص توم معموله بهالشكل هيدا سلايست. اوكي، مش مدقوق كثير. وهون في عندي شويه حب الشمر مطحون، هذا اللي بيعطي طعم كثير طيب للباستا. اوكي. هلا في عندي الطبق الثاني اللي بدنا نعمله اللي هو صدورة الدجاج، كمان منقوعه. شوفوا كيف عملها بهالطريقه هيدي، حاطط لهم الزيح بقلبهم. اوكي، لحتى تستوي ويفوت النقع على جوات الصدر. هيدي رح نحطها بالفرن هلا، بدنا نخبزها على حراره 170 حوالي 10 دقائق لحتى تكون استويت. وبنرجع من بعد هيدي بدي رح فرجيكم شو حنعمل فيها. رح يكون صحن كثير كثير حلو. ومرات بيجيكم الناس على غفله، تحتاروا شو بكون تعملوا وتقدموا للضيف. هيدي كتير هينه، كل اللي بده بس انه ينقع الدجاج، بدكم حوالي 10 دقائق تنظيف الصدر، نقع الدجاج، خبزه. وبنفس الوقت بحكون كمان قاعطين هون، عملت باذنجان مشوي بالفرن. اوكي، مشوي بس فيها زيت زيتون، ملح وبهار، مش اكثر من هيك. هلا هيدي رح تطلع على صدر الدجاج، ومن بعد منها صوص طماط وموتزاريلا فوق منها، وبنحطهم بالفرن. اوكي، وبنقدم معهم خضره مشكله. وهلا بنرجع لعند غدا. ميرسي لك شيف طارق. نحن رح ننتقل مع متابعه لفقراتنا مع مايا واولادي بالدنيا. صباح الخير. صباح مايا. صباح النور غدا. كمان بنخبر مشاهدين انه انت اليوم رح تتلقي اتصالاتهم بحال في اي طوارئ. بالضبط. بس في مدام عبد الله ناطرتني، حكيتني قبل الفقره، قلت لها هلا بجاوبك على الهواء. بخصوص ابنها يلي هو بالسي بي. اذا هو بالسي بي يعني المفروض يكون عمره 7 بتصور. أوكي. يمكن 6.5 7 حسب اي متى خلقان. وعم بتقول انه هن توينز هو وخيه،
وهلا في عندها بعد توينز جديد عمره 7 اشهر. يعطيها الف عافيه. عن جد يعطيك الف عافيه. عن جد ثمان لاربعة. فعم بتقول انه السنه عم بيعذبها بس بده يروح على المدرسه. أوكي. وسنة الماضيه ما كانت تعاني معه من هالمشكله ابدا، عم ببلش من البيت بوجع بطن بنق انه ما بده يروح والى اخره. هلا اول شغله بدي اقول لها اياها انه بعد ما صرنا فعلا بالفوبي سكولير او بالرهاب من المدرسه، يعني نحن ما بتمني كثير انه قراب شوي انه خلص يصير عندنا خوف من المدرسه، بنسميه فوبيا او رهاب من المدرسه، بس حسب المؤشرات اللي انا سمعتها منها على التليفون بعد ما صرنا بالفوبي سكولير. هلا اول شغله بدنا نعملها بالغيرة. ما بتصور لانه في بتصور يعني ما بتصور لانه صار عمرهم 7 اشهر، يعني هلا ما بظن انه يعني الغيره ممكن تساهم، ممكن هو يكون عنده استعداد للقلق واجت الغيره ساهمت بالموضوع، بس مش انه هي المسبب المباشر. هلا عم بتقول اول شيء انه هي اللي بتوصله على المدرسه. اول شغله انا اول نصيحه بعطيها اياها انه اذا بتقدر مش يتوصله على المدرسه، هي اول نصيحه. ليه؟ لانه إذا هو عنده تعلق كتير قوي فيها، إجمالا الولد مثلا إذا كتير معلق بالأم والأم هي عم بتوصله، السيباراسيون أو الانفصال عن الأم ضمن المدرسة ضمن مبنى المدرسة بصير أصعب بالنسبة له لأنه هو معلق فيها. بس أكيد بدنا نبعته على المدرسة مع حدا هو كتير بحس بأمان معه وكتير بيرتاح له، يعني عرفت كيف؟ إذا هيدي الشغلة فيها تعملها بتكون شغلة منيحة، وأكيد بدون ما نغشه أو نفاجئه بنكون حضرناه لهيدا الموضوع. هيدي أول شغلة. تاني شغلة بدنا نعملها إنه بدنا نحكي معه كتير، يعني بدنا نشوف إذا في شيء عم بيضايقه بالمدرسة، إذا في أي خوف عنده إياه هو من معلمة أو من أستاذ أو إلى آخره، لأن هول كلهم بيأثروا. بدنا نحكي مع المدرسة إنه لو إنه هو شاغب شوي أو حكي بالصف ما بدهم ياخذوا تجاهه يعني تدابير انه مثلا يحطوه على الحيط او يهينوا يعني يحرجوه قدام اصحابه والى اخره، لانه كمان هيدا الشيء ممكن بعد انه يرجعنا لورا. هلا في كثير اشياء بتفيد منها مثلا انه نتفق نحن وياه انه مثلا نحن والمعلمه كمان بياخذ معه شيء على المدرسه منه هو بخصه من البيت، يعني مثلا يمكن ياخذ شيء بروجيه حضره هو امه، يمكن امه تعمل له كيك ياخذ يوزع على اصحابه، امور ثانيه مثل انه ينحدى لجي بالصف كمان، يعني يحس انه في شيء ناطره او بده يعمله محمس له 100% 100%. هيدا اللي بنقدر نعمله. هلا فينا نوعيه، وقت بس نوعيه نعمل جو يعني ما نستبق القلق معه، يعني ما بدنا نوعيه ونقول له شو مامي كيفك اليوم، اليوم بدك تكون كثير شاطر اليوم، مش هيدا اللي بدنا نعمله. بدنا نوعيه نورمال، بنوع نورمال نمزح ونضحك وكانه ما في شيء، ونكون دائما عم نقول له انه بس ترجع في كذا، نفرجيه انه بس ترجع في هيدا المشوار او هي الاكله او هي الشغله، يعني في شغله ناطرته وقتها هو رح يرجع على البيت. في اتصال بعيونك اشعه. بعد عندي اشياء بس ناخذ اتصال نرجع من هالقد انا هي تقريبا دغري دغري حافظتك دغري. خلينا ناخذ الاتصال لكن. الو الو صباح الخير. صباح النور. كيفك مدام؟ تفضلي اهلين. مدام مايا صباح الخير تفضلي. بدي احكي عن مشكلة ابني. تفضلي. عندي ابني عمره 11 سنة. عمره 11 سنة. بصف السادس. بس ما بيرد. ما بيرد. يعني شو ما حكيته ما بيرد. وهو وحداني ما عندي غيره. بس هيدي المشكله مش مبلشه من هلا، هي المشكله مبلشه من سنين، انه يكون ما بيرد عليك وما بيسمع تعليماتك. بدك توطي صوت التلفزيون الله يخليك تسمعينا بس على التليفون اذا امكن. هلا هالفتره لانه عم بيروح الوقت. هلا هالفتره. اوكي بدي اقول لك شغله، سؤالك كثير عام. بدي اكثر اشياء محدده منك. هو شاطر وكل شيء فيه مميزات كثير مليحه. اوكي. وبيندم اخر النهار، يعني اخر الليل بيجي بيقول لي سامحيني وهيك. طيب عنده اخوه؟ لا لا عم اقول لك وحداني. وحداني بعد 15 سنه. اوكي. عم يقعد وحده كثير، عم ينزوي بغرفته. لا لا ما له جلاده يقعد معكم. عنده صحبه وبيظهر وعنده علاقات وهيك.
ايه بس انت عم بتحسي لما ظهر هاي السنه ظهر مع ناس حسيته اخذ من اخلاقهم. اوكي انت عم بتحسيه مثل كانه مش طايقكم بالبيت، يعني مثل كانه بفضل يقعد وحده يحضر تي في، ما بيتحمل كلامكم بسهوله، مارق بفتره من هالنوع هو؟ لا اوقات بيتحمل وبيفهم وبيقول لي انه انا غلطت وهيك، بس وبيرجع بيعاند. اوكي رح جاوبك انا قد ما بقدر، فيك تسمعيني عن التلفزيون رح يعني بجاوبها قد ما بقدر لانه الموضوع كثير عام. يعني اول شيء 11 سنه نحن بدايه المراهقه هلا، وممكن يكون اذا كان هو البلوغ عنده مبكر يكون فعلا بعمر 11 سنه بلش بالبلوغ، يعني في كثير اشياء هون فيها تلعب دور عم تتغير 100%. هلا لما سالتها عن البي لانه صوتها كثير عم بيطول تيوصلنا وانا رح اعطيها 100% رح اعطيها المعلومات. اول شيء اذا الاب موجود انا بفضل انه يكون له يعني يكون بينه وبين الاب علاقه كثير منيحه، لانه البي فيلعب دور كثير مهم. صبي وعمره 11 سنه ووحيد، البي بده يكسبه، البي بده يظهره، بده يتسير هو وياه، بده يحكي معه، بده يشوف شو زعجه، بده يعامله كصديقه حتى يحكيه بالاشياء يمكن اللي هي شوي ممنوعات انه نحن نحكي فيها. هيدي شغله بتكون كثير منيحه. اكيد بدنا ننتبه كثير لصداقاته لانه المعشر بهذا العمر كثير مهم، يعني بصير في تبعيه، بيلحق اصحابه، بيلحق عادات اصحابه الى اخره. هي كمان كهيدي شغله كثير بدنا ننتبه لها. كمان شغله بقول لك اياها انه دائما بهيدا العمر بدنا الجدل، يعني بده يصير في جدل، يعني ما بقدر انا اعطي امر بشكل هيك في مباشر. امر ومباشر للولد بهيدا العمر، بدي طول بالي، بدي ناقش انا وياه، بدي افسر له ليه وكيف وشو ناطره منه الى اخره. فهيدا اللي بقدر اقول لك اياه. اذا في عندك اي شيء ثاني اذا بتحبي تبعتي لي شيء بالتفصيل على رقم الواتساب، هلا بعد شوي بركي بمرقوا لك اياه على الشاشه، بقدر انا اكثر افهم شو عم بيصير بالبيت من يمكن خلافات بينك وبينه والى اخره. عظيم. عندنا بعد اتصال هلا؟ الو 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 ناتالي صباح الخير. الو صباح الخير ناتالي. الو بونجور. بونجور. الو يا ناتالي عم نسمعك. عم نسمعك ناتالي. اوكي اذا عم تسمعينا من التلفزيون بليز توطي على الاخر على الاخر على الاخر. داكور اوكي. انا بليز بدي اسالك، عندي بنت وصبي، البنت الكبيره عمرها 10 سنين والصبي عمره هلا 6 سنين. انا عندي عمر الصبي 6 سنين. اوكي. انا البروبلم تبعي مع الصبي، ابني لهلا بعده بيعمل بيبي بس مش بيبي بالليل، يعني هو نايم بيكون هو كونسيون واعي، يعني هلا صار بالقبي عمل بيبي اخر مره بالصف بقول من المدرسه. فعنده من وقت لوقت بيعمل بيبي، يعني بيكون عم بيلعب مع رفقاته ما بيجي بيفوت على التواليت، بيكون كونفيون يعني بيجي بيقول لي انا عملت بيبي بثيابي. فما بعرف شو هيدي ليه عم بيعمل هيك، وعلما انه هو الصغير هو المغنج بالبيت. اوكي هل بيعمل بيبي بالمدرسه وبالبيت ولا بس بالمدرسه؟ لا عم بالصيفيه كان هو عم بيلعب ما بيجي، اذا عم بيلعبوا فوتبول بيضلوا عم بيلعب هو وبيعمل بيبي هو عم بيلعب. أوكي. وهلا بالمدرسه هيدا ثاني جمعه، باول جمعه عمل مره بيبي هنيك. اوكي بالليل بيصير في اشياء حوادث من هالنوع ولا ابدا؟ لا ابدا بالبيت بالليل ابدا ما بيصير بالليل ابدا. اوكي طيب خبرينا شوي، هو في شيء هلا بتحسي انه في تغيير بحياته، في شيء زعجه، في اي شيء انت برايك كأم ممكن يكون مأثر عليه؟ شي مره اجى قال لك شيء حسيتيه متضايق من شيء؟ ولا مرة، حتى دايما بحكي بقول له ليش عم تعمل هيك، بيقول لي ما لحقت، دايما عنده الحجة انه هو ما لحق يجي يفوت على الولد. اوكي تقلك شغله ناتاليا، هلا اول شغله انا بستبعد انه يكون في شيء عضوي، لانه بالمبدا اذا في شيء عضوي كان مفروض كمان انه التبول لا ارادي يكون بالليل. وانا عم بستعمل عباره تبول لا ارادي بالوقت يلي برايي منه تبول لا ارادي، لانه مش قصه انه ما حس على حاله او عرفتي كيف، لا هو كونسيون مثل ما عم تقولي، يعني هو حس انه لازم يفوت على الحمام ولانه نطر ما قدر يفوت على الحمام. فاللي عم بيصير هو بفتكر، انا بفتكر، وهلا اذا عندك شيء ثاني بترجعي اكيد بتتواصلي معي، بس بفتكر انه قصه انه عم نلتهي باللعب ومشان هيك بصير يقول بعد شوي بعد شوي بعد شوي وبتتعبى المبوله وخلص، يعني ما بيعود قادر ينطر. فانا نصيحتي لك اول شيء انه تفسري له كثير، يعني بدنا نعطيه كثير تفسيرات. يعني احدى التقنيات مثلا اللي انا بقول للاهل يستعملوها غاده انه يجيبوا كيس
كيس كيس كيس سوبر ماركت يكون شفاف، بنقشع المي جوا نعبيه مي، نصير نعبيه بتدرج معين، يعني اول شيء نعبيه شوي، بعدين بنعبيه اكثر، بعدين بنفوله وبنبكله منيح للكيس، بنسكره منيح، ونصير نفسر للولد انه هيدا الكيس وقتها بيكون فيها هالقد انت عندك القدره انه تسيطر على حالك، بتفوت بتفضي، وقتها بيكون فيها هالقد كمان انه بتكون بلشت شوي تتضايق بس بتفضي، بس اذا بعد صار هالقد ومنفرجيه كيف بيتعبى خلص بده يفوت يفضل لوحده، بنقدر نجيب كوردان او شيء ونصير نعمل هيك ثقوب بمطرح، يعني ثقب واحد بيقدي فخته وحده بتقدي، ونقول له انه شو بيصير، يعني شوي الولد يصير اذا بدك كونسيان او يفهم العمليه كيف بتصير شو عم بيصير معه. هلا لانه انا برايي انه القصه منا لا اراديه، فينا نعمل نحن وياه تابلو او جدول بايام الاسبوع ونقول له انه انت كل مره بتقول وبتفوت على الوقت والى اخره رح نحط هيدا الساين او هيدا العلامه، وكل مره انت بتنسبق وبسببك انت عم تنسبق رح نحط هيدا العلامه، ونصير نعد، وبنقدر انا برايي بهيدا العمر انه نصير نعاقب بالوقت اللي نحن بحالات التبول الارادي ما بنعاقب ابدا، ممنوع أكيد. بس انا بيتهيألي انه قصه انه هو عم يستلشئ، فممكن انه نصير نعد وان فونكسيون، يعني اذا كانوا اكثر مثلا المرات اللي هو حتى كبدايه تتحفزيه نتالي، حتى لو كانوا مثلا المرات اللي انسبق فيها اكثر بمره او اثنين حفزيه، انه مجرد حفزيه على ثلاث اربع مرات او ثمان عشر مرات مثلا اللي هن، لانه انا بنصحك تعمليها كل ثلاث ايام اول شيء تيكون هو محفز اكثر، فيك تكافئيه عليهم لو كانوا هوليك اكثر بشوي. بس في شغله بدي اطلبها منك قبل ما تعمل اللي انا عم اقول لك اياه، يلي بدي اطلبه منك انه تستشير البيدياتر اللي بيتابعه طبيبه، انا بفضل تشوفي انت وياه شو الانامناز او شو القصه الطبيه اللي عنده اياها بالنسبه للتبول، ما بعرف اذا كان في سوابق قبل، اذا تاخر تينظف هو، اذا كان يعمل تحته بالليل، هول الاشياء بهمونا قبل تنحذف كل شيء ممكن يكون طبي، انا بفضل ناخذ نصيحه الطبيب اول شيء قبل ما نجزم انه هيدا الشيء انه مجرد هو انه عم ينسب. هاي شغله، شغله ثانيه ما ذكرت لك اياها، انه هل يا ترى في حدا بالعيله عانى من نفس المشكله؟ حدا قريب ممكن. اب عم خال، لانه كمان بهيدي الحاله ممكن تكون حاله وراثيه، وممكن نرجع نفكر بالموضوع ونشوف اذا في احتمال انه نشخصها انيوريزي او تبول لا اراده. اوكي ما بدي اكون ضيعتك، اعطيتك انا شو تفسيري للموضوع، بس بدي هول النقطتين اللي حكيتك عنهم اخر شيء تكوني منتبهه لها قبل ما نمشي بتفسيري انا للموضوع. هلا بفتكر اذا في شيء يعني عضوي بتكون كل يوم المشكله 100%، بتكون مره بالاسبوع او مره بكل اربع ايام. مزبوط، والواضح انه عم يمرق ساعات ما عم بيكون في تبول فيها، وبس تمرق هيدي الساعات معناتها انه هو عم بحس وعم بياجل، وهي حددت لنا بس يكون عم يلعب فوتبول، بس يكون عم يلعب، يعني حددت لنا شو القصه وهيك. مزبوط، هي ما بعرف اذا الطريقه جيده انها تتفق هي وياه وقت يظهر من الصف ليروح يلعب يمرق 30 ثانية على التواليت ويرجع يلعب 3 ساعات، يعني مثلا مثلا. هلا في طريقة ثانية دائما تحدد له اياها كل يوم كل يوم كل يوم، انه بس تظهر من الصف بدك تمرق بعدين بتروح تلعب حتى ما تقطقش اللعب بعدين. مزبوط، هلا في طريقة ثانية نتالي إذا بدك حكينا تحت الهواء بتقولي لي وبقول لك اياها مش رح اكشف كل الأسرار يعني انه قد ما كان يعني كرمالك أنت حكينا شوي شوي. في طريقة ثانية كيف بنركلش كبيات المي اللي بنشربها، وكل قد ايه بصير في باساج أو تواليت أو دخول للحمام، كل قد ايه كل كم دقيقة لا تقريبا اسبوع تهو يصير ركلش حاله كمان، ويصير في لما بتتعبى المبوله خلص دماغ يعطي امر فوري انه مفروض يفضيها. ففيك تحكينا تحت الهواء بعطيك اياها كمان. نضال نضال ايه مرحبا. الو الو مرحبا اهلا. نضال عم تحكي معك. تفضلي. انا ابني عمره سنتين وعشرة اشهر. هلا هو بسبب الوراثه انسان كثير ورش، وكمان بسبب الوراثه انسان كثير عنيد، يعني هيدي ورتانا عنا. اوكي المشكله تاعته انه انا كنت هون بالبيت عقد ما كان كثير يعذب فيني، كنت مفكره حالي عم بعمل شيء صح، يعني انه لما يعذبني كثير كثير مشان ما اضربه حطه بالاوضه دقيقه ماكسيموم دقيقتين لحتى يطلع من الاوضه هادي ويكون رواق. لما راح على المدرسة بعده لحديت اليوم، يعني من شوي كنت عم بحكي مع معلمته، بدون مبالغة بصير مجنون إذا باب الصف تسكر، مثل أصلا قلبت بالعكس.
هون بالبيت بده الباب يسكره، باب البلكون، شباك، البرداية، اللمبة. اوكي نحن خلص وقتنا، بس انا بدي اسالك سؤال كده تقفلي عليه. ايه لمدة دقيقة. اوكي نحن خلص وقتنا، بدك تنطرينا حتى جاوبك نهار الاربعاء، لانه يعني جواب اللي بدي اعطيه ممكن يفيد كثير من المشاهدين، لانها مشكله بنصادفها اجمالا. فانطرينا نهار الاربعاء، انا باول حلقه رح اعطيكي جواب مفصل شو بدك تعملي. اوكي اوكي ميرسي كثير لك. ميرسي لك على الاتصال. ميرسي لك. ميرسي غاده. مدام عبد الله اذا الجواب ما كفاها خليها تحكيني تحت الهواء هلا بعدين حتى كفي لها شوي الجواب، واذا في اي تفاصيل كمان رقمنا موجود فيهم يبعثوا فويس مسج تفاصيل اضافيه وفيكم تسمعوا هون وتعطوا الاجابات. رح ناخذ بريك وبنرجع بنتابع.